Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bütün katılımcıları hürmetle, muhabbetle. Uhayyikum cemiyan. Şimdi bu toplantı aslında çok önemli bir toplantı. Taban hada ijtema' ve ijtema' muhim. Özellikle bi şekil khas bütün boyutlarıyla, bütün yanlarıyla mercek altına alan hazirin an kul el meşakil lati yetaarad laha el alam el islam. Önemli isimlerin katıldığı bir toplantı. O açıdan ülkemizin gelecek haritamızı sizi düzenleyen kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Katılan benim açıkçası söylediğim şey şu. Tabii şey الذي أريد أن أقوله أولا المشكلة الأساسية في العالم الإسلامي هو عدم تحديد المشاكل التي يواجهها العالم الإسلامي. هنا نحن نواجه هذه المشكلة، فنحن الآن نعيش أزمة في العالم الإسلامي، ونحن نعيش أزمة حضارة في العالم الإسلامي. ما هو أزمة الحضارة؟ ماذا يعني ذلك؟ أزمة الحضارة يتمثل ويظهر بثلاثة أشكال، أنا سأتحدث عن هذه. الواحدة منها هو انهيار الذهن الإسلامي، فبالتالي انهيار الفكر الإسلامي والذهن، هذا الذي أدى كبيرة جدا في العالم الإسلامي. Dönüşmüş durumda. معاصرة سطل تم سيطرة زمين وأيضا البنية البنية إيش ما زمينة طبعا البنية الحياتية الأساسية للأخ مسلمان زمينة انتهت وتم إهدوها نديرم يوتو القواعد الأخلاقية التي تم إنشائها إيش ما زمينة ده مدينة والسلام كانت من المنورة إنشائها الرسول عليه الصلاة Mekke'de gitti, Medine'de gitti. بالتالي ذهبت هذه الأفكار ولم تبقى كما هي. وأيضا الوقت طبعا فتبخر المفهوم الوقت عند المسلمين، فبالتالي يجب علينا أن نراعي طبعا هذا الأمر. والوقت ثمين جدا، فمنذ القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع عشر فطبعا بدأت هذه الأفكار الإسلامية تتراجع شيئا فشيئا، فبالتالي يتوجب علينا أن نحضر أنفسنا لإحياء مرة أخرى، ويتوجب علينا أن نرجع ونحاول أن نشكل هذا الأفكار مجددا، وبالتالي هذا يجب علينا أن نواجه هذه المعاصرة التي يقول إنها هي التي يجب على الجميع أن يعيشوا هذا العالم كما هو بنته هذه الأفكار المعاصرة الحديثة. يجب علينا أن ننسف هذه الأفكار ونقوم ببناء الأفكار وفق المبادئ الإسلامية والتي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية. وهذه كلها كانت عبارة عن انقلاب عسكري، كأنه انقلاب عسكري ضد الفكر الإسلامي، وقاموا طبعا وقاموا بنسف كل الأفكار الإسلامية وأتوا بأفكار جديدة طبعا، وقالوا إنها أفكار معاصرة، وكل من كان يرفض هذه الأفكار يعتبرونه رجعي ويعتبرونه متخلف. فبالتالي هذا الأمر يجب علينا نسفه، ويجب علينا أن وهم يقولون أنهم سيقومون ببناء نظام عالم جديد، وقاموا وحاولوا وعملوا على ذلك، ولكن هذا النظام العالم الجديد لا يأتي إلا بالدمار والخراب والقتل والتدمير وانتهاك حقوق الإنسان. فبالتالي أنا لا أقول أنا هذا من عندي، كل المفكرين الغربيين يقولون ذلك. نعم يقولون أن الحضارة الغربية بنيت على الدمار وبنيت على التخريب وعلى القتل، فبالتالي هناك كثير في فترة زمنية قصيرة طبعا، فهناك 26 حضارة تم بنسفها تماما لبناء الحضارة الغربية. نعم، فبالتالي فهم حاولوا بشكل أو بآخر أن يقضوا على كافة الحضارات ليقوموا ببناء حضارتهم التي هي مبنية على هذه المفاهيم التي قلتها.
فبالتالي هم قطعوا ارتباطهم مع كل الأديان الأخرى، والعالم الإسلامي، الحضارة الإسلامية لم تفعل ذلك، بل تواصلت مع الحضارات الأخرى وكانت تستفيد من الحضارات الأخرى. فبالتالي مفهوم الوقت أيضا مهم جدا بين المسلمين، فمفهوم الوقت مهم، فبالتالي يتوجب على المسلمين أن يقاوموا وبشكل ضد النظام الإمبريالي، وما زال الفلسطينيون يقاومون. وطبعا هذه المقاومة الفلسطينية هي ليست مقاومة طبعا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بل للدفاع عن حقوق الأمة. فبالتالي ما يحدث في فلسطين، فهذه المقاومة هي مقاومة ليس فقط للدفاع عن المسلمين أو للدفاع عن شرف الأمة، بل للدفاع عن الإنسانية جمع. لماذا؟ لأن هذا الظلم إذا استمر فهذا يعني أن العالم سيسود فيه الظلام وسيسود فيه الظلم والاضطهاد. فبالتالي إذا تم مواجهته والوقوف في وجهه، فهذا مع الوقت ممكن أن يحيي الشعور، وبالتالي يجعل هذا ثمرة، ويجعل هذه عبارة عن فسيلة تجعل هذه تتحول إلى شجرة ويلتف الجميع حولها. وبالتالي ولكن إذا كانت المقاومة هذه لا يوجد، فبالتالي يمكن أن يقضوا على هذا الفكر، وبالتالي ينتهي كل شيء. وأيضا المفكرون فيما بينهم، الإعلاميون فيما بينهم، الأكاديميون فيما بينهم، يتوجب عليهم تبادل الآراء، ويتوجب عليهم أن يقوموا بإنشاء الجيل الجديد المفكر الواعي الذي يعرف كيف يدافع عن شرف الأمة ويدافع عن أخلاقياتها. وأيضا كان في سمرقند كان تم نشر بعض التبليغات المهمة، كان وتم طبعا إعلان التعاون بين الجمهوريات التركية، وتم إعلانها في سمرقند، وهي عبارة عن شعلة ممكن أن تنير وتجعلها تلتف وتجتمع فيما بين بعض. مشروع مهم، وأيضا مجموعة التي ممكن أن تنير، فكان برازيل وبدأوا يدخلون. نعم في هذا. Bu Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte bir karar alındı. Alınan karar çok önemli bir karar. Üye ülkelerin مهم جدا. فأي هجمة أي هجمة يتم ضد أي دولة من هذه الدول، فيعتبر هذه الهجمة على كل هذه الدول، وكل الدول يجب عليهم أن يقوموا بحركة مشتركة ويدافعوا عن هذه البلدان. فهل ممكن تطبيق ذلك؟ وهل يمكن ينجح ذلك؟ فهذا قد لا يكون مهما بقدر أن الاتفاق حول هذا الموضوع مهم جدا. فمشروع الدي ثمانية هو مهم جدا، فبالتالي العالم الإسلامي من أجل مستقبل العالم الإسلامي، هذه تعتبر خطوة صغيرة، ولكنها ليست خطوة صغيرة، أعتقد أنها ستتحول إلى كتلة كبيرة من الثلج، وأعتقد ستحتوي كل الدول الإسلامية، وهي عبارة عن شعلة، وهي ستكون عبارة عن نبراس يقتدي به الدول الأخرى. فهي خطوة، الخطوات الأولى دائما تكون مهمة. Ortak televizyonların kurulması, الإعلام، الصحفيين، الصحف، şekilde gerçekleştirilebilecek çok geç kaldığımız projeler. Aynı şey yapmaya bütün İslam كمسلمين وفي العالم الإسلامي يتوجب علينا أن kurdum medeniyet tasarımı. 81 vilayetinde dünyanın 60 küsur ülkesinde eğitim veriyoruz. Aynı anda bütün dünyaya hitap edebiliyoruz. طبعاً وهناك لدينا 40 ألف طالب، وهذا كمثال على ذلك. لدينا دورات باللغة العربية والإنجليزية، ولماذا مثلا؟ فنحن أصلا إنسان واعيين، فنحن لسنا أغبياء، ممكن أيضا نحن نفعل أشياء كثيرة ونقوم بأعمال كثيرة، أيضا نحن نملك أذهان ونملك الفكر ولدينا العقل مثل الدول الأخرى. فبالتالي يجب علينا أن نجتمع فيما بين بعضنا البعض، ونقوم بتوحيد جهودنا، ونحدد خارطة الطريق، ونوحد جهودنا، ونكثف
نكثف جهودنا ونتعاون فيما بيننا لاجل بناء هذه البلدات واحيائها. فاشكر كل من ساهم في بناء في هذا المؤتمر وتاسيسه وتنظيمه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك استاذ الكريم. نعم تحدثتم عن امور مهمه ولكم اعمال مهمه جدا تحدثتم عنها، وانتم تقومون بوضع نماذج مهمه جدا، وقمتم بتحديد الكثير من المشاكل، وكل هذه الامور التي ذكرتموها صحيحه موجوده، وبالتالي نحن يجب علينا ان نعمل على هذا بشكل كثير جدا كبير جدا. فهذه المحاور التي تم طرحها تم اظهار الشيء التالي، نعم العالم الاسلامي تعاني من مشاكل كبيره جدا وتواجه مشاكل كبيره، مشاكل امنيه، هناك صراعات، هناك مناوشات، هناك حروب داخليه، هناك عدم العداله، هناك المشكله في الامن الغذائي، هناك عدم الوصول الى الاغذيه، وهناك الفقر وتفشي الجهل، كل هذه الامور موجوده، ولكن من خلال الاتفاق فيما بيننا والاتحاد فيما بيننا ممكن ان نتجاوز كل هذه المشاكل وهذه العراقيل، والكل يتفق معي بهذه الفكره. نعم. فالأعمال التي تقوم بها أسلم في هذا المؤتمر السادس، نعم بخصوص المواضيع التي طرحناها كانت مواضيع مهمة جدا، وبطبيعة الحال هذه المشاكل كلها كانت عبارة طبعا عن وتم وضع حلول من الناحية الأكاديمية لهذه المشاكل، وتم طرح هذه المشاكل ووضعوا الكثير من التحاليل الملموسة وحددوا هذه المشاكل، وإن شاء الله سوف نجعلها على الطاولة وسنقوم بأعمال مكثفة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله في المؤتمر القادم سوف نأخذ هذا بشكل أوسع، وسيكون هناك مشاركين أكثر في الجامعة، وسنتواصل مع الجامعات وسنتواصل مع الأكاديميين. فإذا الأخوة في الجامعات وفي دولهم إذا عرفوا عن مؤسسة آسام